السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم باش ما تمنيتو، يا ربي بصحه وسلامه. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنبغي نشكركم ديما. في اخر فيديو حطيتو بزاف البنات خلو لي لي كومونتير في يوتيوب، بغاو لي فلوغ هكايا ديال التحضيرات ديال العيد، ديال الايام ديال العيد. ها انا ان شاء الله غادي نديرو محتوى ديريكت. وصلوني لي ميساج باللي بغاو بحال هكا نشارك معكم بحال هاد النوع ديال الفيديوهات. ان شاء الله هادشي اللي غادي نشارك معكم. ما تنساوش الناس جداد تابونا وتخليو لي لايك وهكا كتشجعوني. كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم. وما تنساوش دخلوا عندي حتى الانستغرام، انا كنخليه لكم ديما تما، كنحاول مره نشارك معكم اليوميات ديالي. ما غاديش نطول عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، دابا حنايا في العيد كنطلعوا من الدار لتحت، وداكشي كنبغوا نعيشوا دوك الاجواء في الهواء الطلق. عندنا سطح الفوق كنديروا واحد الجليزه كنجلسوا فيها، كيكون واحد الاجواء زوينه صراحه. كتكون يعني هاد العيد الكبير كيكون عنده واحد الجو خاص زعما. صراحه الاجواء ديال هاد العيد كتكون زوينه، سورتو في السطح انا كتعجبني، بحال كتحس براسك بحال مسافر. حنايا راه غير في نفس الدار، غير كتبدل زعما الكوزينه، تبدل الاجواء وداكشي. المهم دابا ما غاديش نطول عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، بغيت نشارك معكم بلاصه فين غادي نجلسوا، كيفاش غادا تكون وكيفاش غادا نرجعها. ممكن داكشي عادي غنديروا جلسه بلديه عاديه ونشوفوا معايا. انا عارفاكم بحال هاد النوع ديال الفيديوهات كيعجبوكم. يلا نمشيو دابا نوجدها. كيف كتشوفوا معايا هذا هو السطح ديالنا. المهم في العيد الكبير ولا كانت شي مناسبه بحال هكا كنطلعوا ليه. ممكن كتشوفوا معايا هنايا كاينه بلاصه ديال المشاعر، وهنايا مصوبين واحد البيت ما مبنيش غير بهذا الباش، كيكون زوين غير هو في الصيف كيعطي واحد السخونيه صعيبه. المهم هذه المره قلنا زعما غادي نديرو كليصه على برا هنايا، بغيت نديرها في هذه البلاصه. المهم انا غادي نقادها وشوفوها معايا. المهم هذا هو السطح، هاد الايام غتشوفوا غير السطح. هذه شويه مصوبينها هنايا في السطح عندنا كنشوفوا فيها هنايا. وهذا بلاكار ديال الخزين، وهنايا واحد الخصه، وهنايا حاجاكم حمام، وهنايا كاينه كوزينه دايرينها من الداخل. ومع وسطه الجريده لتحت. ومخليكم معايا انا دابا غادي نبدا في التحضيرات ديال هاد البلاصه هنايا. وفي الاخر قولوا لي كيف جاتكم. فرش زربيه حمراء بلديه هي اللي كنديروها هنا في السطح. ها انا فرشت زربيه، هاد الزربيه عقلا خديناها من سيد المختار حدا حدا شيشه، كنا كنمشيو عند خالتي وخديناها من تما. جبت هذا حيت عندي الفوطوي وبغيت تبان الجلسه بلديه اكثر. جبت فيا ماما هذا وعجبوني البنات اللي فيه. ودابا غادي نجيبو الطبيله. صراحه عندي وحده ديال الفوطوي ما بغيتش نديرها، بغيت جلسه بلديه غندير وحده. غنوريكم القصه ديالها شنو هي. ودابا جبت الطبيله. صراحه هاد الطبله عندها واحد القصه. دابا حنايا الا كان غسيل ديال الدجاج داكشي كثير وداكشي، ماما كتغسل هنايا في السطح. المهم هادي هاد الدور ديال الطبله ديال المقص اللي كتكون اللي كيديروا لي تريتور. بالنسبه لهاد الطبله ديال المقص، المهم هاد الدور ديالها فاش يلا سكننا بابا كنشريها لينا على حساب كيجيو عندنا الضياف بزاف، كيكونوا الطبالي اللي عندنا وكنزيدوا هادي، يعني هادي كتكون اضافيه. من بعد ملي ولينا كنطلعوا على السطح، بابا صوب لها هاد اللعيبه تاع اربعه رجلين، صافي ولينا درناها طبله بلديه صغير. المهم هادي فكره زوينه. Thank you.
هاد الجليزات بغي غير شي بريريد ديال اتاي مشحر وخبيز انا رجعت لكم. المهم من بعد ما حطيت الطبيله حاولت نحط داكشي بلدي بالنسبه لهنا يسطح مع دابا الجو سخون بزاف. يلا دابا بدا كيبرد الحال ضروري ما كنديروا هذه الخبيه ديال الماء حتى هي كتخلي الماء بارد. فوالا الحباب تبعتوا معايا الفيديو كله يعني كيفاش وجدت هادشي. كان هنايا خاوي وجد داكشي عادي يعني كليصة بلدية زوينة حاولت ندير كلشي بلدي صراحة. هنايا في الأيام ديال العيد كندوزو وقتنا كله تقريبا هنايا واحد الجو زوين كتكون واحد كيكون واحد الأجواء زوينة. بالنسبة هنايا السطح من غير البيت اللي وريتكم قبيلة هذاك البيت كنجلسو فيه تقريبا في الليل. في الليل كيتحرك واحد البرد ما كتبقاش قادر تجلس هنايا كندخلوا لداخل. ولكن اكثريه كيعجبنا هنايا فروجي بزاف وحتى البيت صراحه. مهم المره الجايه ان شاء الله نقادو معكم حتى هوايا. كنا دايرين في صدادر دابا حيدناهم ان شاء الله المره الجايه نقاد معكم جليسه فيه. المهم هنايا السطح فين هنايا فين كندبحوا الخصا قريب القرقره حاشاكم وهنايا فين كنعلقوا الحولي. وبالنسبه لهنايا بابا كيدير لنا هذا الباش وما هذا الباش راه صحيح كيديروا لنا على قبل الشمس كيديروا لنا على قبل الشمس وصافي. تما كاين الطاقه الشمسيه على قبل الضو وصافي تما كاين فريخ. وهذه اللي وريتكم هي الشوايه. هذه بابا كان صوبها فاش بنينا الدار كنا تصوبناها صافي. هنايا يعني هنا فين كندوزوا الاجواء ديال العيد ان شاء الله. غدا نشارك معكم شحال من حاجه في هذه الايام المباركه وغنشارك معكم حتى الدخله ديال الحولي ان شاء الله. هذه الايام غدا نشارك معكم اي حاجه كتعجبكم تحت طلب ديال بزاف ديال البنات ان شاء الله. الفيديو الجاي غدا نشارك معكم الحواله فاش غادي نجيبهم هنايا للدار وغدا نشارك معكم شحال من حاجه حتى الشهيوات اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل. المهم نكونوا في الموعد كنحماق عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجديد. وقولوا لي في لي كومونتير واش عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم شنو اللي عجبكم فيه. المهم انا اي حاجه كنتقبلها سواء خايبه سواء زوينه غير انتقاد يكون بناء هادشي اللي كنبغيو. وما تنساوش دخل عندي الانستغرام كنحماق عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.